حبينا نقدم هاي الفرصة، نتيح هاي الفرصة للسيدات، وحبينا أيضا نعمل مثل تجمع صغير للسيدات ولأهالي المجمع هون للناس القريبة من المكان. طبعا البازار بازار خيري بحكم أنه نحن ما أخذنا أجور عن الطاولات، ما في رسوم اشتراك للسيدات المشاركات لعرض المنتجات. حاليا في عنا 22 مشاركة سيدات سوريات من بيقدموا مختلف الأعمال. كان كتير حلو هالبازار المفتوح، واستقطب مجموعة من النساء العاملات بأشغال يدوية مثل ما شفتوا، بمواد غذائية، شيء متنوع وحلو كتير، وبتمنى له التوفيق. يعني هاي أول مرة لأنه بيصير هيك نشاط. مدام رزان شجعتني انه اقدم وجبات، يعني انه الاكل، هلا انا عايشه بحلب، يعني مشهوره حلب بالاكلات الحلبيه وهذا، وانا في عندي نفس، شجعوني والاهل عن كلهم شجعوني، قالوا لي فكره كثير حلوه بنجرب. بس هو الاكثر يعني الفكره، المبدا انه نجتمع يعني كلياتنا، يعني الفكره انه كل مثلا نحن بتعرفي هلا بالبلاد الغربه كل واحد هذا هيك بنجتمع، الفكره اكثر شيء انه نجتمع. يعني أنا بشجع أي امرأة سورية عاملة تدخل بالبازارات، حتى لو ما صار بيع، هلا في كتير بازارات تطلع الصبية ما بتبيع، فبتطلع هي زعلانة. لا، أنا بقول لها ما تطلعي زعلانة، اطلعي مبسوطة، على الأقل صار لك شهرة، إجت وحدة أخذت منك رقم، إجت وحدة حبت، صورت، عملت، إذا صورت صورة وحدة فانتشر اسمها، وإن شاء الله مع الأيام رح يمشي الاسم شوي شوي بيمشي، بس طبعا درجة شوي طويلة. كثير سرت بالمشاركة معهم، وشاركت لأنه بعرف يعني إنه إن شاء الله تعالى البازار حتى لو ما صار في بيع كثير، فهو كفي إنه نحن عم نختلط يعني مع المجتمع، ويصير في علاقات أكثر، ويصير في تعارف أكثر بينه وبين الناس بعدة مناطق، لأنه جاي مثلا بالقدوزو، ايه فالواحد بيغير منطقته. يعني الحمد لله بشارك كل مناطق اسطنبول، يعني وين بيصير بازار معرض باسطنبول بروح بشارك فيه، فالحمد لله كثير مبسوطه بالمشاركه معهم. يعني مثل ما قلت لك، حتى لو ما صار بيع فبكفي انه الواحد عم يعرف عن نفسه.